سابقوا جايز كيف الحال؟ طبعا الفترة الأخيرة كانت مميتة من ناحية الضغط. أنا قلت حلو تسجيل في دورة حيبدأ وحيكون يومين، وكنت متوقع زحمة قلت كذا، لكن الموضوع كان صراحة يعطيكم ألف عافية إنه حماسكم كان أصلا مرة كذا مرة بقوة، فاضطريت إنه أخلي الموعد لين الساعة 12 وبعدين بقفل التسجيل. فأول حاجة يعطيكم ألف عافية اللي دخل في الدورة، حتكون إن شاء الله أقوى شيء، يعني حتكون خلاص نهاية قصتك مع الآيلتس. واللي ما قدر يلحق على الدورة وما قدر يسجل في الدورة، جايز أنا مستمر هنا في السناب في اليوتيوب بشكل مرة مو طبيعي. يعني أنا بالنسبة لي دحين حياتي عبد الرحمن تساوي الدورة زائد المحتوى، محتوى السناب، محتوى الانستا، التويت، اليوتيوب خصوصا. ففي اليوم موضوع كذا حاجة حتساعدكم مرة بقوة، فحاب أشارك لأنه هذا الأيام أنا جالس كذا خطط لي لحياتي وأعيد أهدافي، تخطيط أهدافي مرة ومرتين وشي زي كذا. الظروف اللي الواحد يجلس في البيت حاجة تخلي الواحد كذا يجلس ويفكر ويعيد في أولوياته. وصراحة في مبدأ حاب أشارككم هو يسموه مربع الأولويات. فإذا أنت ما عندك وقت لشيء معين، وإذا أنت حاسس نفسك أن حياتك ما هي مضبوطة وتبغى تنجز أكثر، فهذا معناه أنك أولوياتك ما هي مرتبة. لما أولوياتك ما هي مرتبة كيف ترتبها؟ بمربع الأولويات، عبارة عن عندك أربع أقسام موجودة. كمل الموضوع هذا حتكلم فيه صراحة يكون مرة اكسايرنج وتكون حاجة إن شاء الله مرة قوية. لا تروح ولا تكمل من دحين إلا وإنت تكون جايب ورقة وقلم، وأبغاك تكتب إيش الأشياء اللي بتقضي فيها وقتك في الأسبوع، وإيش الأشياء اللي بتسويها في الأسبوع. كل شيء من 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 الترفيه لوقت العائله للشغل، ابغاك تكتبها كلها، انه هذه الاشياء اللي يومي واسبوعي كله منقسم عليه. فاكتبها، الشغل كم ساعه، الجلسه مع العائله كم ساعه، تنظيف البيت كم ساعه، اكتبها كذا قدامك واكتبها الحين قبل ما تكمل. الحين المفروض تكون كتبت الاولويات. انا مثلا ممكن اقول الايلتس، الرياضه، الجلسه مع البيت او الجلسه مع الاهل أو العائلة، مكالمات مع أبوي وأمي خصوصا حاليا أن أبوي وأمي ما هم موجودين هنا، ومع العائلة بشكل عام. وبعدين الشيء الخامس ممكن أقول اللي العبادات بشكل عام، الصلاة وقراءة القرآن إلى آخره خصوصا في هذه الأيام. فهذه مثلا الأشياء اللي موجودة مثلا في أسبوعي كعلى سبيل المثال. حاجة نسيتها، حاجة مرة مهمة، حاجة قاعد تأخذ وقت سي بشكل كبير، الوقت على السوشيال ميديا. أنا أجلس أصلا أتفرج زي كذا، فأنا لسه بعطي وفيها وقت، فاعترف انه هذه انا حاجه اسويها. حلو، مهما سواء كانت ايجابيه او سلبيه لازم تكتبها. طيب دحين يجي جزئيه ايش الاشياء اللي انت تبغى تعطيها وقت او تعطي ليها وقت وما انت ملاقي ليها وقت. فكذا اكتبها كذا على سطر، اشياء انا ابغى اعطي ليها وقت واتمنى انه مثلا انا بالنسبه لي الرياضه بعطي فيها قد كذا وقت، وانا ابغى اعطي شوي وقت اكبر، فهذه حكتبها كذا انه بجلس المفروض اعطي وقت اكثر ليها، او احس انه انا المفروض اعطي وقت اكثر لكن ماني ملاقي وقت. هذا ممكن اكتبه كده على هامش. كده احنا كتبنا الاشياء اللي عندنا الحين وشغالين عليها ونبغى نشتغل عليها. نيجي الحين على مربع الاولويات. مربع الاولويات عندك ينقسم لاربع اقسام. القسم الاول الاشياء العاجلة والمهمة. طيب المربع الثاني الاشياء المهمة لكن غير عاجلة. المربع الثالث الاشياء العاجلة لكن غير مهمة. والمربع الرابع الاشياء الغير مهمة وغير عاجلة. أول هي أشياء للطوارئ، الأشياء اللي ما ليها مفر، الأشياء اللي لازم تسويها مهما كان. مثلا الشغل، إذا ما داومت ممكن احتمال جدا كبير أنك تنفصل مثلا، أو الشغل هذاك أو الجزء هذاك من الشغل اللي يعتبر شيء جدا كريتيكال ولازم تسويه ولازم تسويه دحين بالضبط. أو الطوارئ، مثلا لا سمح الله صار شيء معين فلازم تتصرف في أقرب وقت ولازم تحله. أو مثلا عندك اختبار آيلز بعد 3 أيام، فهنا هذا الشيء مهم بالنسبة ليك الآيلز ومرة عادي لازم تذاكره ولازم تسوي حاجة. فهذه بعض الأمثلة. فأبغاك تكتب واحد قدام الأشياء اللي أنت كتبتها اللي هي من هذا النوع، أشياء لازم تسويها في نفس اللحظة وفي نفس اليوم وفي ذيك الفترة، ومهمة كمان، يعني مهمة لحياتك، مهمة بالنسبة لأهدافك. أما بالنسبة للمربع الثاني، المربع الثاني عبارة عن أشياء مهمة لكن ما هي عاجلة، مو لازم تسويها دحين، زي الرياضة. أنا أبغى أكون صحي وحياتي تكون صحية، لكن مو لازم اليوم أبدأ رياضة، يعني مو لازم إذا أجلت بكرة إيش حيصير، أو فالتأجيل ما حيسبب لي أزمة كبيرة. أو عندي مشروع أبغى أبدأ وعندي أساينمنت أبغى أخلصه وعندي ديدلاين بعد شهر، ديدلاين بعد شهر مو لازم أبدأ الحين. عندي اختبار آيلتس بعد 3 أشهر فمو لازم أبدأ الحين. فأيوه هذا النوع الثاني، هذا النوع اللي مهم لكن مو ضروري أسويه الحين،
اللي احنا دائما نضطر انه نأجله، حنتكلم فيه بعد شوي حنرجع ليها. المربع الثالث عبارة عن حاجات لازم تسويها بسرعة بسرعة لكن ما هي مهمة، زي مكالمات، زي التنبيهات اللي تيجي على الجوال وجروبات العائلة. لازم، هل هي مهمة؟ هل لازم ما حد يعيش حياتك إذا شفت الجروب مثلا؟ لا، لكن ليش صارت عاجلة؟ إنه وصلك تنبيه، أحد اتصل عليك، أحد قال لك تعال، أو مثلا جزء كبير من السوشيال ميديا إنه أنا أبغى بس بشوفه كذا، أو عندي كذا إحساس أبغى أشوفه على السريع، إحساس إنه لازم أشوفه الحين عشان أقدر ألحق على شيء معين، لكن ما هي مهمة. ما إذا أنت ما سويتها ما حيصير شيء. الاسم الرابع، المربع الرابع، حاجات ما هي مهمة في حياتك، يعني ما حتساعدك تكون شخص أفضل، ولا هي عاجلة ولازم تسويها الحين. وهذه معظم الأحيان تكون الأشياء اللي تضيع وقتنا. طبعا تحتاج لها اتزان، لكن هي المسلسلات، هي الألعاب، هي الأشياء اللي ما هي مهمة لكن تستمتع أنك تسويها، فنفسك تقول لك إيه وروح وسويها، وتتجاهل الأربعة أو الثلاثة المربعات الموجودة هذيك. فهذه الأقسام الأربعة. أبغاك تشوف حياتك كيف، أبغاك الحين وأنت كتبت الكلام اللي كتبته تشوف أنت كيف قاعد تقضي يومك. هل معظم يومك في المربع الأول والثاني، ولا معظم وقتك في المربع الثالث والرابع؟ إذا معظم وقتك في المربع الثالث والرابع هذا شيء خطأ، أو هذه لخبطة أولويات. We have to تعيد التفكير في أولوياتك. هذا معناه انه انت المفروض قاعد تسوي حاجات المفروض ما بتسويها. طبعا مره ثانيه الاولويه تعتمد. انا مثلا ممكن اولويتي في رمضان تكون العبادات Q1، او تكون المربع الاول والثاني، او مثلا انا عندي اجازه فالاسترخاء والترفيه بيكون الاولويه الاولى عندي. فالاولويه ما هي انه لا لازم ما تضيع وقتك، لا، انا قصدي انه تعتمد اولوياتك انت وحياتك انت واهدافك انت. فانت اللي تبغى تكون افضل، فلازم، فهذا معناه الأولويات حتكون عندك، أو الشيء المهم بالنسبة ليك حيكون تخلص كم حاجة، تخلص الأسايمنتس، تكون متقن لعملك. في الأولويات كلها إنك تكون مركز على الجزء الثاني والمربع الثاني. المربع الأول اللي ما تقدر تهرب منه، الحاجات المهمة والعاجلة هذه، إذا أنت تبغى المفروض ما تبني حياتك عليها. يعني حياتك المفروض ما تكون كليا مبنية على الطوارئ، ما تكون كلها مبنية على وهذه حتسبب لك ضغط نفسي، حتتعقد في حياتك. مع الضغط النفسي حتحس نفسك انك قاعد تهرب على طول، تروح من المربع الاول للمربع الرابع عشان تضيع وقتك وعشان تهرب من الحياة بشكل عام. تركيزك المفروض يكون على المربع الثاني اللي هي الحاجات المهمة لكن غير طارئة، واللي اذا سويتها واشتغلت عليها راح تفرح وتكون مبسوط في حياتك، حتسوي اشياء كنت تبغى تتمنى تسويها لانك بديت عليها من الحين وعطيت لها وقت. طبعا المربع الثالث والرابع حاول تقلل وتتجنبه بالكامل. صح ممكن ما يمديك تتجنبه 100%، لكن يمديك تقفل التنبيهات في اوقات معينه، يمديك تفعل السكرين، لوك سكرين، تحذف تطبيقات، تسوي جوالين، واحد للسوشيال ميديا زي ما انا مسوي، واحد للرسائل والاشياء المهمه مع سبيل المثال. فهذه حركات يمديك تسويها. المربع الرابع يمديك تحط تقول 20 دقيقه في اليوم او في الاسبوع، ساعتين بلاي ستيشن على سبيل المثال، مو اكثر من كذا. حط ليك حدود، ما لا تروح أكثر من كذا. مرة ثانية تعتمد على أولوياتك. فهذا بالنسبة لمربع الأولويات، لأنه هذا الأسبوع أنا جلست تقريبا كم ساعة أخطط وأعيد مربع الأولويات حقتي وأقيس نفسي مرة ثانية وأشوف أنا ماشي صح ولا لا. فأنا حبيت أشارككم، هو أتمنى ساعدكم في الآيلتس، حيساعدكم كثير أنك تعرف. لأنه لاقي أسئلة كثيرة أنه عبد الرحمن ماني ملاقي وقت، ما عندي وقت. ففرصة مرة كويسة أنك تشوف حياتك وتقيم نفسك، وإذا في أشياء تحتاج تغيرها فغيرها بليز من دحين. أبغى أخذ أو أسمع منكم إيش رأيكم بالمربع، هل ساعدكم، هل وضح لكم، هل هي أول مرة بتسمع عنها وساعدك ولا ما ساعدك. ويبقى نشوفكم على خير، يعطيكم العافية.